اهلا بكم اصدر والي ولايه البحر الاحمر المهندس عبد الله الشنقراي اوهاج امر طوارئ رقم 47 لسنه 2021 والخاص بفرض طوارئ صحيه وفقا لتوصيات الغرفه العليا لاداره ازمه جائحه كورونا بولايه البحر الاحمر، ويشدد على تطبيق هذا الامر في محليه بور السودان، محليه السواكن ومحليه حلايب. بموجب هذا الامر تم فرض عدد من الاشتراطات والتوصيات والأوامر، منها إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والإستاد والكورنيش، وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات، ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر، أيضا إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد، وإغلاق جميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا، ويتم فتحها بعد 14 يوما من إصدار هذا الأمر، على أن تلتزم بالاشتراطات الصحية من تباعد وتعقيم ولبس كمامات. وأي دور عبادة لا تلتزم بالاشتراطات الصحية تتعرض لجانها للعقوبات المنصوصة لقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، وإغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي، على أن يتم استثناء السوق الرئيسي من الساعة 6 صباحا وحتى 2 ظهرا لمدة أسبوع، ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر. وتقوم شرطة الولاية بتفريغ المدينة من الشاحنات وسيارات النقل للأحياء والأسواق من داخل المواني، ومنع قيام مواقف لها بتلك المناطق مع التطبيق للقوانين الصارمة لذلك. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ظهر أمس برئاسة مجلس الوزراء اجتماعا بقادة الطرق الصوفية بغرض إطلاعهم على مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الطريق إلى الأمام، طرحت بشكل مرن من أجل إتاحة حوار عام لأخذ الرؤى والتفاكر الذي يخلق قاعدة جماهيرية عريضة ترتكز عليها المبادرة. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الطرق الصوفية تمثل أكبر شريحة في المجتمع السوداني، وأن دور الطرق لا يقف على نشر الدين فقط، وإنما حفظ النسيج الاجتماعي ومنع تشظي المجتمعات. وتداول اللقاء حول موضوعات المبادرة المختلفة وكيفية إنزالها على أرض الواقع من أجل بناء مستقبل السودان وفق رؤية وطنية جامعة. في الشأن الرياضي، يؤدي الفريق الأول للكرة بنادي الهلال حصته التدريبية الختامية على ملعب استاد الخرطوم عند الساعة 9 من مساء اليوم الاثنين تأهبا لمواجهة الشرطة مساء غد الثلاثاء. هذا وانتظم اللاعبين في معسكر مغلق بفندق النادي عقب نهاية ميران الفريق أمس. كان الفريق قد أدى حصة تدريبية رئيسية على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم تحت إشراف ريكاردو، الذي خضع اللاعبين لتدريبات ترويحية بجانب تدريبات فنية متنوعة. في الشأن العالمي، توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عقب تعادل المنتخب بهدف لكل في الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة النهائية على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن. جاءت المباراة عامرة بالندية بين المنتخبين. افتتح التسجيل لوك شو للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثانية، تعادل ليوناردو بونوتشي للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 67، وهذا هو النهائي الرابع الذي يخوضه الأتزوري، وكان قد حصل على المركز الثاني مرتين في بطولتي عام 2000 و2012. استقبلت الجماهير الأرجنتينية منتخب بلادها المتوج بلقب مسابقة كوبا أمريكا عقب فوزه على البرازيل المضيفة. استقبال الأبطال، تجمع آلاف الجماهير في مختلف المدن الأرجنتينية للاحتفال بهذا الإنجاز، ولم يخطط الاتحاد الأرجنتيني للعبة لحفل استقبال رسمي بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي كان خلف
قراره بالانسحاب من تنظيم البطولة القارية مشاركة مع كولومبيا التي أعلنت بدورها عدم رغبتها في الاستضافة على خلفية تظاهرات شعبية مناهضة للحكومة، ما دفع البرازيل للتقدم بطلب للاستضافة. ووصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه إلى العاصمة بيونس آيرس أمس على متن طائرة خاصة من ريو دي جانيرو، وفي حافلتين مزينتين بعبارة أبطال أمريكا 2021 والرقم 15 إلى عدد مرات فوز الأرجنتين بكوبا أمريكا. ورافقت الشرطة الفريق من المطار، حيث تجمع مئات المشجعين على طول الطريق السريع وهم يلوحون ويهتفون. انتهت الأخبار، عودة إليك سارة لمتابعة ما تبقى موضوعات في هذا الصباح.